محسن درويش أو كما نشاهد الكابتن سلطان الطرقي. وهنا المحاولة دي سوزا يحاول ويتابع ويناظر ويلعب الكرة الخلفية ومتابعة جين فرانك ويس. جول ثاني في المباراة عن طريق فرانك ويس. كل شدة وتهون مع فرانك ويس، كل شدة وتهون مع فرانك ويس، وبالتالي أتاك الهدف الثاني، أتاك الهدف الثاني. نعم في حضرة النهضة، في حضرة النهضة، نعم بالهدف الثاني وفي مرمى مسقط هدف ثاني. هذا النهضة وهامته للسحايب قمة، نعم بالتأكيد. معروف 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 بين الأندية بالهمة. شوف الإعادة، شوف اللقطة، شوف الكرة في المرمى، هوب جول، جول ثاني في أرضية الميدان عن طريق جين فرانك ويس.